سعد المجرد يرد أخيرا على اتهامات السرقة. لكن قبل بداية مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب كتشجيع بسيط للرقي نحو الأفضل. انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار تفيد بأن الفنان المغربي سعد المجرد سرق ألحان أغنية سلام من شخص يدعى هشام التلمودي، الذي خرج للعلن وقال بأن حقوق الملكية بحوزته وأنه يجب ذكر اسمه في الجينيريك، الأمر الذي خلق الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مدير الفنان المغربي سعد المجرد قرر عدم الرد على ما نسب بسبب الأغنية، إلا أن الفنان المغربي سعد المجرد خرج برسالة مشفرة عبر صفحته الرسمية بالإنستغرام معلقا على الصورة بالقول ماذا يقول، كما نشر عبر ستوري صورة متحركة معبرا فيها بأن كل ما يقال مجرد إشاعة بإشارة واضحة. ويبدو أن الفنان المغربي سعد المجرد كثيرا ما يتعرض للتنمر من طرف أشخاص مجهولين موجهين أصابع الاتهام بأن المعلم يقتبس أغانيه، إلا أن الفنان المغربي سعد المجرد يواصل تألقه ونجاحه رغم كيدهم، مؤكدا بأنه سيعود بقوة وسيستمر بتقديم المزيد في القريب العاجل، مؤكدا بتعبيره المشهور دي معطيه العصير. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.